كشفت مديرية الاستخبارات العسكرية في تقرير سري للغاية إن العاصمة بغداد سجلت أعلى نسبة في حالة الانتحار، وتاليها مناطق الفرات الأوسط والبصرة. فيما كشف التقرير إن السبب الرئيس في تزايد حالة الانتحار بالآونة الأخيرة هو إدخال كميات كبيرة من الحبوب المخدرة عن طريق التهريب من دول الجوار فضلا عن الأرجنتين. وتوقع التقرير تزايد كبير في حالة السرقة والسطو المسلح، وخاصة مع إمكانية قيام عصابات داعش الإرهابية التنسيق مع عصابات الجريمة المنظمة وتهيئة مفارز من عناصرها تقوم بمثل هذه الحوادث لتوفير تمويل داخلي لعمليات الإرهابية بعد خسارة كبيرة لمصادر تمويلها الداخلية والخارجية بعد عملية التحرير. ودعا التقرير إلى تفعيل الحراسات الليلية في المناطق وزيادة الدوريات الليلية وإعطاء دور أكبر للشرطة المحلية ودورية النجدة والعمل بجدية على محاربة البطالة والحد من انتشار المخدرات ومراقبة المقاهي والكازينوهات، فضلا عن نصب كاميرات مراقبة في الشوارع الرئيسية بالمناطق السكنية وفتح مراكز تأهيل المصابين بحالات الاكتئاب والضغط النفسي.